وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد مصطفى الشيخ، مدير إدارة التفتيش والسلامة المهنية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. مساء الخير سيد مصطفى، تابعنا وإياكم جهود مقدرة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في هذا المجال، ولكن بصفتكم مدير لإدارة التفتيش والسلامة المهنية، إلى أي حد يتم الالتزام بهذه الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل؟ في البداية نمسي عليكم بالخير ونشكركم على هذه التغطية. بالنسبة للإجراءات اللي تتخذها وزارة العمل بشأن حماية مواقع العمل ومساكن العمال، طبعا هي إجراءات متعددة، يمكن أبرزها يعني المحور البارز في هذه الإجراءات تضمن يعني سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية أصدر تعميم إداري، يعني وجه التعميم الإداري لأصحاب العمل والعمال للالتزام بتنفيذ التوجيهات الصادرة من قبل وزارة الصحة بما من شأنه صون الصحة العامة. يعني هذا المحور الأول. المحور الثاني هو احتياطات الوقاية في مواقع العمل، وتحديدا توفير كمامات الوجه الوقائية وإلزام جميع العمال باستخدامها في مواقع العمل، بالإضافة إلى عدم السماح بدخول الأفراد إلى المنشأة أو مواقع العمل قبل التأكد من استخدامهم لكمامات الوجه. نعم هذا ما يتعلق بالتعميم الذي صدر عن وزير العمل، ولكن هل لك أن تستعرض لنا النتائج الأولية لمتابعة تنفيذ هذا التعميم؟ نعم، النتائج الأولية هي نتائج إيجابية بشكل عام، تتلخص في تجاوب 52 منشأة من منشآت القطاع الخاص بالاستجابة لتقليل عدد العمال في المساكن. أي هذه الـ 52 منشأة نفذت التعليمات الخاصة بإجراءات التباعد الاجتماعي فيما بين العمال في مساكنهم، المساكن طبعا الخاضعة لرقابة وإشراف الوزارة، والمساكن اللي يوفرها أصحاب العمل لعمالهم. مجموع العمال اللي يعني عدد العمال يعني الذين استهدفهم هاي الإجراءات التباعد الاجتماعي تقريبا 2621 عامل، توزعوا على يعني تم توزيعهم على عقارات سكنية ثانية من باب التخفيف من تكدس العمال في المساكن. بالإضافة إلى أن هناك تقريبا أكثر من 142 منشأة هي في طور اتخاذ الترتيبات لتقليل عدد العمال في هذه المساكن. نعم، السيد مصطفى الشيخ مدير إدارة التفتيش والسلامة المهنية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، شكرا جزيلا لك.